نظمت مديرية بلدية كركوك بالتنسيق مع فضائية كركوك اليوم ندوة توعوية للإعلامية نرجس قادر حول دور الإعلام في محاربة الفساد بحضور عدد من موظفي البلدية. وأشارت الندوة إلى أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي آفة الفساد ودور الإعلام في كشفه وتوعية المجتمع للابتعاد عنه لما له من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام. وطرح موظفو البلدية خلال الندوة جملة من الملاحظات والأسئلة حول ظاهرة الفساد وآثارها السلبية. من جانبه أشار مدير بلدية كركوك إلى أهمية موضوع الندوة مثمنا دور فضائية كركوك في تسليط الضوء على السلبيات ومحاربة الفساد. تعاون تلفزيون كركوك مع إعلام البلدية حول الفساد، الموضوع الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة موضوع مهم جدا. واليوم حضرت الأخت نرجس وتلفزيون كركوك لهذه القاعة مجموعة موظفين حول هذا الموضوع. أنا أشهد على أيديهم. أعتقد الفساد المالي والإداري لا شك موجود في جميع الدوائر، لكن كيفية التعامل مع المواطن مع المراجع، تسهيل أمور المراجع والمواطن قطعا سوف يقلل هذا الفساد في الدوائر. أنا أشهد على أيديهم وأشجعهم على معاملة المواطنين والمراجعين بأخلاقية عالية، وهو هذا الأساس لكي نقضي على هذه الظاهرة أو على الأقل نقلل هذه الظاهرة إلى قريب الصفر. في ملف آخر أكد متابعونا للمشهد